أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ماذا عن الأمور المباحة التي ليس فيها طاعة لله ورسوله ولا معصية لهما إذا أمر بها ولي الأمر، هل تجب طاعته فيها؟ نعم بلا شك، إذا أمر بأمر ليس فيه تحريم، ليس فيه تحريم حلال ولا ليس فيه تحريم حلال ولا تحليل حرام، إنه يطاع في هذا. نعم.